مش جميل. يعني ما فيش حاجه، هي كده، هو احساسك خدك على كده. لا ما طبعا مش اي حد بياخد لا والله بجد لا كده. وبرضو وانا واقف يا كابتن امبارح وشايف الكلام ده، وبعد ما اتقالت كل الكلام ده والاستاذ محمد كامل وقف واتكلم والكابتن خطيب وقف واتكلم عايزين نشكر الاستاذ محمد كامل بصراحه، سيلف طبعا عايزين نشكره شكر طبعاً كبير جدا، لانه برضو راجل طبعا ما شاء الله عليه قمه في الذكاء وناجح، هو اساسا شخصيه ناجحه طبعا، بيعرف يختار كمان شركاء النجاح بتوعه ازاي بالظبط، ما شاء الله يعني، مهما اشكره يعني مش هديله حقه طبعا. كابتن ميدو في صوره كده الاستاذ محمد كامل قال هناخد صوره سيلفي، كل واحد ياخد صوره سيلفي. انا اجزم لك ان مفيش واحد قاعد ضيف او اعلامي او مسؤول او من مجلس الاداره او من اعضاء النادي او من جماهير او محبين موجود في المكان ده الا لما جسمه اشعر. انت بعد ما قلت يا جماعه استاد الاهلي بالسلام، ده لحين تحقيق حلم النادي الاهلي الكبير، بعد ما قلت مقر الجزيره هيزيد حمام سباحه مغطى اولمبي عالمي على اعلى مستوى، بعد ما قلت مقر للنادي الاهلي في الصعيد اقصر في الاقصر تمام، بعد ما قلت تطوير عالمي لقناه الاهلي، ايه الاجوان دي يعني؟ عارف صواريخ دي مش اجوان دي صواريخ، واقف في التتش وشايف الدنيا والفرحه حلوه يعني. يعني يعني حتى في ناس من شركه السادات بتعيط واقفه جنبي بتعيط، فقلت دي دموع فرح فعلا، فلازم الفرحه انت تبقى أعلى. شفت الفرحه على بس على السوشيال ميديا الاهلاويه بجد كانت مشاعر صادقه جدا من كل يعني كل واحد عمل دور، لكن يبقى الدور الاكبر والاعظم لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب اللي يعني تحدث حتى اراك، يعني السكوت خالص كلام تطلع مفيش. مصر كلها عارفه ان في حاجه هتحصل في التتش والكراسي داخله والبنرات والصور، في ايه اللي بيحصل؟ بقول لك احنا كاهلاويه منتمين للنادي مش عارفين يا كابتن. انا رايح موجود في الحدث، مش عايز اقول لك انا عرفت الساعه كام موجود في الحدث، وعرفت الساعه كام هقول ايه. انت عارف انا كنت بكلمك امبارح ليه؟ يعني مكالمتك دي بعد الساعه 4 ما كناش لسه عارفين حاجه. بالظبط. فهو ده النادي الاهلي، وهي دايما الحاجه بتطلع من النادي اللي هو عايز يقولها ويقولها مظبوط. فالحمد لله على التوفيق، الحمد لله على الشكل الجميل والعالمي والصوره اللي ورانا دي،